ازيكم، رجعت لكم فيديو جديد طريقه بري الالم اللي طلبتوها مني بكل التفاصيل ولايف قدامكم. استنوني بالتفاصيل، متنسوش سبسكرايب للقناه ولايك وشير الفيديو. في ناس طلبت مني ان انا اوريكم ازاي انا ببري الالم الرصاص. انا كنت وريته لكم في فيديو الادوات والتظليل ازاي بنبريه كده وليه بنبريه كده، بحيث ان يبقى عندنا سن عريض نقدر نظلل بيه مساحة براحتنا، وازاي ولازم يبقى طويل كده بحيث ان هو يدينا نعومة على الورقة او نقدر ننيمه على الورقة كويس، غير البري العادي. طبعا ده مش للاطفال، انا هوريكم انا ببري ازاي. عشان في ناس قالت لي ان هم حاولوا وما عرفوش. ادي القلم اهو جديد خالص مش مبري، بالكتر. وبكرر تاني، الاطفال ما يعملوش الموضوع ده. بندخل لجوه كتير كده شويه، نبدا بالكتر. خلي بالكم من ايديكم، احنا في الكليه كان لازم ان احنا نبري القلم البري دي واحنا بنزرع. بنطلع بميل، بنحاول نطلع بميل نوصل للسن، وبيبقى في نفس الوقت انسيابي شويه وناعم. هبدأ بقى ان انا احاول ابين السن، بس في نفس الوقت انا اعمل المنطقة دي بحيث لو هي برضو عالية قوي من هنا. بصوا نازلة ازاي، بصوا نازلة دي ازاي. لو هي عالية قوي من هنا وهنا كلت كتير قوي من الخشب دوت، برضو انا ما عملتش حاجة. هاجي اعمل على الورقة هتبقى دي عالية كده، تخبط في الورقة ويبقى السن مرفوع. مش عارفة قدرت اوصل لكم اللي انا عايزه اقوله ولا ايه. لو ما وصلش اكتبولي في الكومنت وانا هحاول افسره تاني. السن اهو بدا يبان معايا، مش بقى على الزعيق ده. انا كده خلصت؟ لا طبعا، هشوف اي حته عاليه شويه او مش نازله بالميل المظبوط ابدا اظبطها. طبعا واحنا بنزل بنخلي بالنا لان ده بيبقى اكثر عرضة ان هو يتقصف. هبدأ بقى ان انا السن نفسه ده ابدأ ابري فيه شوية بحيث يبقى دبه من قدام، وبرده وياخد الميل بتاعي معايا. لازم يبقى وياخد الميل بنعومة عشان ما يضايقنيش وانا بظلل. لو في حتة عالية شوية هتضايقني، هيبقى انا استفدت انا بالبري ده زي ما انا عايز. بص عامل ازاي، نوسع بس البري ده شوية. بصوا الشكل، لما باجي بقى ازلل بيه، بصوا
انا بمسكه كده وابدا ان انا ازرع بيه وهو نايم كده. بصوا بيدي معايا مساحه ازاي. بصوا بيدي مساحه ازاي على طول. ادي القلم، ادي قلم اهو كمان، ده اللي ما ببلاش خالص. نشوف الفرق اهو، ده ما ببلاش خالص وده اللي ببلا معانا. بصوا الفرق، بصوا المساحة قد ايه بريناها اهو. يا رب اكون قدرت اوضحها لكم، وجربوها ان شاء الله بقى تنفع معاكم المرة دي وتبقى مظبوطة، لان ده برضو مهم قوي للناس اللي بتزرع. بشوفكم فيديوهات تانية كتير ان شاء الله، ويا رب تبقى برضو مفيدة كلها بالنسبة لكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو ده عشان كل الناس تستفيد. مستنياكم من تاكل اللي تساعدني، بشوفكم فيديوهات تانية قريب.